درس الصميط الثانوية في مدرسة شويخ بالكويت، وظل ملتزم بنشاطه الكشفي حتى تخرج منها، ثم التحق بجامعة بغداد لدراسة الطب في عام 1963. في أنا طبع أتمنى أن أجده في أولادي من الطباع القليلة الطيبة اللي عندي، وهو حب التحدي. أنا عندما ذهبت لدراسة الطب في بغداد كنت قد قدمت على دراسة الطب في الولايات المتحدة وفي مصر، وجاءت الموافقة من الولايات المتحدة، وذهبت إلى وزارة التعليم آنذاك وكنت أنوي التوقيع على الورقة. وتعرفون شباب لسه خريجين ثانوية نكثر من الكلام، وكل ما تجمعوا يتكلموا، فكانت في مجموعة وراي وبيتكلموا فيما بينهم. واحد يقول أنا لسه جاي من بغداد، وبغداد عندهم كلية طب قوية ما أحد ينجح فيها، فاعتبرت هذا كأنه تحدي لي أنا شخصيا. فاتخذت قرار آني أني خلاص ما عايز أروح لأمريكا، عايز أروح لبغداد اللي ما أحد ينجح فيها. وفعلا صعدت فوق عند الأخ المسؤول وهو رجل فاضل، أصبح بعد ذلك وزيرا، وحاول يقنعني، وأنا أقول له أبدا، لو بعد 100 سنة كمان عايز أروح لبغداد. ورحت لبغداد، والسنة الأولى رغم أني أنا من أوائل الطلبة الكويتيين سقطت في جميع المواد.